Soalan yang pertama surah Al-A'raf ayat 60 juzuk ke-8 muka surat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Sila ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الله العظيم. Soalan yang kedua dari juzuk 12 muka surat 223 ayat 19 dari surah Hud. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سيلا سامبونغ هيا سرسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم. السؤالان ketiga dari surah Al-Anbiya ayat ke-72 muka surat 327 juzuk 17. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Sila ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Soalan yang keempat dari surah Ahzab ayat 47 juzuk 22 muka surat 424. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Sila sambung ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. سؤالنا أخير باقينا حفظاً juzuk 26 surah Muhammad ayat ke-11 muka surat 507. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن
إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم. Pindah pada soalan bahagian tafsir. Ada dua soalan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. سورة هود آيات 24. Sila berikan terjemah lengkap ayat yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul fariqaini. Bandingan dua golongan yang kafir dan orang beriman. Kal a'ma wal asami. Seperti orang yang buta serta pekak. Dengan orang yang melihat serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Jawapannya tepat. Soalan yang kedua. Sila dengar terjemahan ayat berikut. Ayat 108 daripada surah Hud. Adapun orang-orang yang berbahagia, yakni disebabkan imannya dan taatnya, maka ia di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Sila bacakan teks daripada Al-Quran yang sama dengan maksud yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majdud. Jawapannya tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.